عسلامة الناس الكل، اسمي يسرا. شفت لي مش نعملكم فيديو جديد، اما المرة هذه مش على الكتب، ما حبيت نجرب حاجة جديدة في السنة بتاعي، وحبيت نحكي لكم على اخر افلام اتفرجت فيها. دونك باش نبداو، اول فيلم نتصور الناس الكل راح يتفرجت فيه هو ستار از بورن بتاع ليدي جاجا برادلي كوبر، اللي هما كيما يقولوا انسبايرد فروم ترو ستوري. الفيلم هذا نذكر اللي عجبني على الاخر، وقصته انتخوتخ يحكي على برادلي كوبر اللي هو معناها كانتري سينجر معروف على الاخر، معناها كل شيء، مش هيك كيما نقولوا عباره على بار ولا حاجه هكا. يلقى غاديكا ليدي غاغا قاعده تغني، وعجبه صوتها على الاخر، وقرر انه يخليها معناها يجعل منها مغنيه زاده. هي كل شيء سوف كو ليدي غاغا باش معناها كيفاش يقولوها باش تولي تعمل ضجة كبيرة وكل شيء. تلفاسون هو باش يتيح وهي باش تطلع على الاخر. بيان سور they're going to fall in love وكل شيء، اما من غاديكا تبدا الحكاية. Is it enough؟ معناها is it enough انهم دو ستار يحبوا بعضهم ولا لا؟ فما تلقاو يحكيو على المنتل إلنس، يحكيو على الدرينكين بروبلمز، يحكيو على كيفاش نقولوا معناها جون لي بروبليم دي ستار وكل شيء. سورتو كي يبداو كوبل ماغي وزوز معروفين، معناها زوز من المشاهير. بيان سور الصوت نتاع ليدي غاغا، انا فريمون انا ما كنتش نحب بون ما كنتش نحبها ما كنتش نحبها ما كنتش نسمع اغنيها ما كنتش نتبعها. سوف كو في الفيلم هذايا اكتشفت يمكن لا فغي ليدي غاغا. الاغنيات الكل كتبتهم هي في الفيلم اون برانسيب، كيما شالو كيما شو اسمها الاغنيه I'll never love again. تلقاو الروح نتاع ليدي غاغا فريمون لا فغي ليدي غاغا. فوالا دونك ننصحكم تفرجوا فيه. It's amazing. في برادلي كوبر، في ليدي غاغا، في برشا فلسات. دونك ننصحكم تفرجوا فيه. ثاني فيلم باش نحكي لكم عليه زاد في نفس الاسبري ونفس التيم اللي هما ميوزيكال، اللي هو نتصور الناس الكل عرفتو بوهيميان رابسودي، اللي مثل فيها رامي مالك. الفيلم هذا يتفطق، فريمون يتفطق، عجبني ميم اكثر من ستاريز بورن مالغري كل حاجه معناها في كاتيجوري واحده، اما جي ادوري فريمون، ما فديتش حتى لحظه. وان بلوس معناها انا ما كنتش نعرفو بالكدي فريدي ميركوري، نعرفو كان سي بون كيما الناس الكل نتصور ماما اي جاست كيل دو مان وكاها وحد يحط غاديكا. سوف كو لهنا عرفت حكيتو، عرفت حكيتو الكل تو سامبلومون. لا 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 كيفاش معناها المشاعر نتاعو، كيفاش متضاربه، كيفاش يتحدى في روحه، كيفاش يقاوم في روحه، كيفاش يتعارك مع روحه. فرانشمون الفيلم يفتق على الاخر. رامي مالك هي ديد اميزينغ، نتصور باش نصور فريمون يستحق الاوسكار اللي خديها وكل شيء. I thought it was amazing. الفيلم يفتق على الاخر، الميزان سين، لي زاكتور، مصور كان جا عايش في ميركوري راهو he was proud. الفيلم للناس اللي بتاتخ ما تعرفش كوين، يحكي على دايوغ اول سين في الفيلم هي الميد ايد كونسرت اللي عملوها وقت باش يعاونوا الصغار في مجاعة افريقيا. كان صدقني يا ربي حاسين باش يعاونوا الاطفال في افريقيا، وغنيو فيها جونغ لي ميور شانتور في العالم الكل، جونغ شكون يا ربي، إلتون جون، ريو سبيدواغن، كوين، غنيو برشا 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 عبيد معناها معروفين وكل شيء للبون كوز. هذايا يبدا هذيك الفيلم معناها كيفاش هو طلع، خاطر الحفله هذيك كانت فينومينال، ما جونغ اقوى حفله عملها فريدي ميركوري، ماما اقوى حفله عملها فريدي ميركوري، وقعدت معناها كيفاش يقولوا معناها قعدت هيستوريكمون معروفه على الاخر. على غالب عندي شكون يبربش لي دونك قعدت معروفه على الاخر، ودايوغ تفرجت فيها على اليوتيوب، كان تحبوا تلقاوها على اليوتيوب الفول كونسرت معناها البارتي نتاع كوين دوم 20 مينوت. ظهر لي ابدع فيها فريدي ميركوري فرانشمون، معناها ابدع فيها. وقالت لي سونيا اللي هما معناها البروديوسرز نتاع الفيلم عاودوا صنعوا، مش صنعوا معناها
الميزو ان بلاس عملوها اكزاكتومون كيما في كيما صارت معناها في عامتها وكل شيء، وعملوا نيدي جونغ اللي مغرومين بالكويرة باش يصوروا فيلم كل شيء، ويحبوا الحفلة هذيك تكون غيال. دونك جيو برشا عبيد، ومعناها جيو برشا برشا عبيد، معناها قبل ما يبدأ الفيلم، قبل ما يبدأ يصوروا بالفيلم، الفيلم بدأوا بالسنة هذيك، وأول سين في الفيلم ست السنة هذيك، وبعد يرجعوا بيك فلاش باك كيفاش الممبرز نتاع كوين تعرفوا على بعضهم. It was so funny كيفاش تعرفوا على بعضهم، كيفاش نقولوا معناها ماهوش كونسونتري كان على فريدي ميركوري، ما يوريوك لي جاسبي نتاعهم الكل نتاع لاميتي نتاعهم كيفاش يتعاركوا كل شيء. فريمون It was funny, it was amazing, it was touching, it was deep, it was كل شيء. معناها ننصحكم تفرجوا فيه الفيلم على الاخر. دونك فوالا ما نش نحكي لكم حتى شيء اخر على الفيلم، اما يكفي اني نقول لكم اللي طلع شبيك يكون زي تحسوني مانيش الناس ناس ليه في بالي ما نعرفش اسكولينا ولا ان توكا. رجعت معناها نسمع في الاغنيه نتاع كوين الكل، فوالا لازم تتفرجوا في الفيلم. كان كل فيلم شنو نحكي عليها كي الفيديو باش تقعد نهار كامل. بي تلك فيلم باش نحكي لكم عليه اللي انا تفرجت فيه وانا نقرا في الكتاب اللي هو ذا شاينينج نتاع ستيفن كينج. تفرجت في الفيلم، الفيلم مثل فيه جاك نيكلسون، و كنت تتفرجوا في الفيلم انديبوندامون من الكتاب، تحفون تحفون على الاخر، زيدا تحفون. جاك نيكلسون ابدع في ذا شاينينج. شوف كي قريت الكتاب قعدت منرفزه، خاطر نحاو حاجات ما حقهمش نحيوهم، معناها حاجات زيدوا في روح الكتاب اون كيلكو سورت. دونك ذا شاينينج كيف كيف كما قلت لكم على الكتاب، اللي هو جاك عنده drinking problems وضرب تلميذ عنده كل شيء، طردوه من الخدمة وقرر انه يمشي يخدم في الوتيل هذي اوفر ليك اوتيل، باش يخدم معناها اجون دو مانتونونس، ومعاه مرته وولده باش يقعدوا البريود نتاع الشتاء كيما قلت لكم في الفيديو الاخرى. ومن غاديك باش يبداو يصيروا حاجات عجيبة غريبة. اما هاني قلت لكم ننصحكم كمان، مش كمان ننصحكم تقراو الكتاب على خاطر الكتاب يفتق على الاخر. الفيلم هاني قلت لكم راهو تحفون على الاخر، اما كي قريت الكتاب فما حاجات ما حقهمش نحيوهم وكاها. الافلام تنقل لكم في الاخر ديسكليمر معناها به تفرجت نصيت في ازنت رومانتيك، ما نعرفش شكون هي لاكتريس، اما الفيلم هذايا زعما زعما يتبولد على لي كوميدي رومانتيك. كيفاش معناها تو دانكو تبدا فمك الفوا في الفون انت شي فيل ان لاف هاي مدرا شنوا، والموسيقى تو دانكو تبدا هكا رومانتيك ودرا شنوا، تو دانكو العباد تطلع تشطح ما تعرفش عليهم منين جاو. هو الفيلم يتمسخر على لي كوميدي رومانتيك، وفيه مساج من الاخر اللي هو سيلف لاف وما تستناش شكون يجي يحبك ودرا شنو ودرا شنو. اما ان الحق نتاع ربي فددني ما عجبنيش برشا برشا، مالغريك هو سبوزي يضحك وكل بالك فما شكون معناه يعجبهم كل شيء، اما انا It's not my cup of tea. ما عجبنيش برشا. فيلم كمان باش كيما قلت لكم معناها يتمقر على كوميدي رومانتيك، يحكي على بنيه البطله المره هذه ماهيش شكل الزفيلت اللي تفتق البطبوطه شويه بتضحك وكل شيء. جاي مشى تخطف التران يا اخي، فما واحد حب يسرق لها ساكه، قعدت تعركي وهي على الساك، ضربها جاتها فضربته هي بليتو، جات هربه تدخل في بار نتاع حديد في المحطه، طاحت داخل تقوم تلقى روحها في كوميدي رومانتيك. لي ميدسان كلهم دي بوغوس، العباد الكل في الشارع فرحانين ويضحكوا يتبسموا، نيويورك كلها دي فلور وريحتها نوار، حاسلو ام خالتي بيضحك. اما انا يعني قلت لكم نوت ماي كاب اوف تي، اما فرجوا فيه كنت تحبوا. انسويت تفرجت في فيلم تحبون على الاخر اللي هو جرين بوك. او شو باش نقول لكم، انا كل مره راه نقول زعما نتفرج فيه زعما ليه زعما ايه زعما ليه، وبعد قلت لقيت بوبليكاسيون في الفيسبوك والله نسيت شكون اللي هبطت قالت لي تفرج فيه راه تحبون على الاخر، بليت مشيت حليت تفرجت فيه ومانيش نادمه حتى تعرف اللي انا تفرجت فيه. الفيلم علاش يحكي على
بيانيست معروف على الاخر ومشهور على الاخر، اما هيز بلاك. باش يستحق الشوفور باش يعمل بيه، باش يمشي هو يعمل تور في السود امريكا، دونك يستحق الشوفور. اما الشوفور هذه ماذا بيه يبدا عنده كيف نقولكم، معناها عنده دي تروك زايدين على الشوفور نورمال، على خاطر امريكا وقت في العصر هذاك عندهم الغاسيزم افون وكل شيء، وهو هيز بلاك، دونك ماذا بيش يكون يدافع عليك كي تصير له مشكله ولا حاجه. وهو معناها قرر وشد صحيح باش يمشي يعملها التور هذيا كانه تحدي لجماعه الغاسيست هذيما كل شيء. الفيلم يفتق عدا، ما قلت لكمش انا فتكم بالحديد، اللي هو السفير اللي باش يخدم معاه ان ايطاليان، ومقتله ضحك بيناتهم، معناها كيفاش يقولوا اسمع انا مانيش خدم عندك، ويدري شنو يقولوا زعما بالك ساعات قد لي صباتي ليه ما قلت لك صباح، عرفتك اللي يبداو يفتقوا على الاخر بيمسك بعض شوية اصحاب بالكدا بالكدا. الفيلم فيه برشا برشا فازت يضحكوا، اما برشا حاجات يخليكم بالحق تخمو تخمس وخطوف في حكايه الغاسيزم هذيا وكل شيء. كيفاش كي يبداو ماشيين بالكرهبه، كي وقف مثلا بوليس يخزروا البلاك واللي قاعد من تالي، وهو الاخر الوايت قاعد يسوق، يقولوا مثلا شبيك تسوق بيه، يقولوا هذه خدمتي ام هي الشوفر، ودري شنو يبدو كلي بهتين، معناه مش مصدقين وكل شيء. حسنا ننصحكم تفرجوا فيه، دايوغ ربح اوسكار على بيست ايمج وبيست سبورتن اكتر، ظهر لي اما بيست ايمج ظهر لي متاكده منها، ظهر لي متاكده منها، معني حاولت تفهم تلقاهم السوس فرجهم. تفرجت انسويت في ذا ميول اللي مثل في كلينت استوود، الفيلم هذايا برجولية خليني وقتها متيجي بالله في وقتها وكل شيء، اما عجبني على الاخر. دايوغ كلين استود، استود هو البطل وهو المخرج متاع الفيلم هذايا. كلينت استود لهنا نلقاوه راجل كبير في العمر، عزوز قريب عمره 80 سنه ولا 90 سنه، عنده مشاكل مع عائلته خاطر هو ديما ابسون ماهوش معاهم. دايوغ الى غاتي لو مارياج دو سافي اللي هي دوبوي قعدت ما عادش تتكلم وما عادش تحكي معاه. حليونات لا خليها خير خاطر رفرف الفيلم تاعها. دونك قعدت بنته ما تحكيش معاه وكل شيء، ابسون على مرته اللي هي ديجا ولاو سيباري ولا طلقوا نسيت بالضبط، حاسي لو ديما ابسون على عائلته. عنده مشاكل متاع فلوس على خاطر عنده مشاكل متاع جامبلينغ متاع قمار متاع الشرب ظهر لي، ما نعرفش، ومغروم ياسر بالجنينه نتاعو، ياسر يحط فيها انرجي وقت وفلوس وكل شيء. السيدة هذيا في العمر هذيك قرر انه يمشي يعمل فياج متاع دروغ، اللي هو فياج يهز من ديلر لديلر فياج. المرة الأولى عملها كيما نقولوا سي بون، تاع مرة بركة وخذي طرف الفلوس وسي بون، عجبته الفازة فلوس ايزي ماني كيما نقولوها، ولا مش ايزي. وبيان سوغ فما فرقة مكافحة المخدرات قاعدين يحبوا يعرفوا شكون هال ذميول، يقولوا له الذميول هو اللي يهز ويجيب، معناها الترونسبورتور ان كيلكو سورت، باش يشدوه. الفيلم ياسر ياسر تحفون، ياسر تحفون، ننصحكم تفرجوا فيه. تشوفوا ان كيلكو سورت الاخ ما قدش طماع، معناها كل مره الاولى يقول لك ليه سي بون في الحكايه، وبعد تجبو الفاز يقعد يمشي يعاود. مانيش باش نقول حتى شيء اخر على الفيلم، اما تفرجوا فيه والكاليتي دي ما تقتل تقتل تقتل، حسيت تفرجوا فيه وتذكروني به. انسويت تفرجت في اسكيب روم اللي هو ظهر لي عمل ضجه كبيره تاعي ومعروف وكل شيء، زيد كيف عجبني على الاخر. الفيلم سي سامبل، مشاو على اساس باش يلعبوا اللعبه هذه نتاع اسكيب روم اللي هي يعطيوك كل الغاز وانت تحلهم، يسكروا عليك في بيت والالغاز هذيك ما يعاونوك باش تخرج من البيت هذيك. صيف كل هنا نلقاو الاسكيب روم غيال ماهيش جوست لعبه. دايوغ المره الاولى معناها حتى كي تشعلت نار ودرش شنو يعملوا ليه اللي جوست يخافوا فينا، واخو هو سيتي غيال وبالطبيعه باش يديو كل مره واحد يموت كل مره واحد يموت. و محلي تخيلو يخليوك معناها فما سسبانس يخليكم ماذا بيك تعرف شنو باش يصير شنو باش يعملوا، حاسلو تحفون على الاخر تفرجوا فيه. انسويت شنو اخر تفرجت في جلاس،
اللي هو كنت تفكروا فيه لما بتاع سبليت اللي هو انسبيري من حياة بيلي ميليغان، لهنا نلقاو انا نقول بيلي ميليغان هو اسمه في الفيلم، ادري شنو نسيت اسمه في الفيلم الحق، اما انا نقول بيلي ميليغان خاطر بيلي ميليغان عندي انا حاسيلو، وبروس ويليس، ونلقاو استنى نسيت اسمه، شو اسمه معروف على الاخر هو، ما غير انا هكا نسيت اسمه، قررت باش ننسى اسمه، بهلا علينا حصلوا جلاس اللي هو في الفيلم اسمه، باش يلقاو روحهم في ازيل بسيكاتريك، والبوان ان كومون بيناتهم ثلاثة اللي هما يستخيلوا عندهم سوبر باورز. من غاديك باش يبدا الفيلم، ان الحق ما عجبنيش برشا الفيلم، عجبني سبليت اكثر برشا، خاطر سبليت مركزين على القضية هذيك متاع انفصام الشخصية، معناها المالتيبل personality disorder، هنا اللي مركزين على super powers، معناها مركزين على the beast في split، مركزين على ال pouvoir mentalist متاع glass، حسيلو ما عجبنيش برشا، اما كي نحب تفرجوا فيه تفرجوا فيه خاطر كيفاش يقولوها اذواق معناها كل شيء باهي. تفرج زاد في فيلم رعب المرة هذه اللي هو the possession of Hannah Grace، تمثل في شاي ميتشل ظهر لي اللي تمثل في بيج بريتي ليتل لايرز، هذيك اللي مثلت فيه ما تفرجت فيها انا سيري، اما نعرفها خاطر وقت تفرجت مره في دوكيومونتير ولا حاجه كيما هكا حسيلو. لهنا باغ كونتخ مانيش باش نلقاو البروسيسوس نتاع نتاع ليكزورسيزم ودرا شنو كيفاش البريست، لهنا الفيلم يبدا بالليكزورسيزم سي بون، معناها عملوا لها اكزورسيزم وماتت الطفله، ومن هنا تبدأ الحكاية. اون باراليل نلقاو شي ميتشل هذه البطلة اللي هي تخدم في المارك، عندها مشاكل في حياتها وكل شيء، دونك قررت باش تخدم في مارك وباش تدفن روحها كما نقولوا في الحياة، كابينات الموتى تخدم بالليل ودفنا روحها، باش يبداو يصيروا لها حاجات بيزار على الاخر. الفيلم تحفون على الاخر، ننصحكم تفرجوا فيه. فرش زيدة في فيلم سيرينيتي اللي مثل فيه ماتيو ماكوناهي، واللي مثلت في ديفلز وير برادا اللي نحبها انا السنة، مثلت زادا في لي ميزيرابل اللي هم نقصت هكا يا حبيبي نسيتهم لي زاكتور، حصلت مثل في هذيك نصوركم راكم عرفتوها ديجا، وبعد نبدا نمنتي في الفيديو نقول هايك نسيت اسمه، باهي باش نقعد مركزة على اسمه. حاسلو سيرينيتي هو ماتيو ماكوناهي اللي نلقاوه لهنا يخدم بيشور، وفما حوتة هبلت ويحب يصطادها كوت كوت كوت، وماهوش منجم يصطاد على الحوتة هذيكا، تو دان كو تجي ليكس نتاعو اللي هي الممثلة هذه اللي انا نسيت اسمها ونحبها على الاخر مالكري، باش تجيه تقول له خاطر هما مطلقين وراجلها جديد قاعد الى مال تخيتو يضرب فيها وكل شيء، قتلو نعطيك كيما نقولو سون كذا واقتلو، هزو معاك زعما ماشيين تصطادو واقتلو، شو قعد فيلم كامل هو يسمع في اصوات يقول له لي دون دو ات، وهو عرفتك اللي وهي هي كيفاش تركز له على البوان فيبل نتاعو ولدك، هو بيدو متاثر بالحكايه هذه ويمشي زاد يولي يضربو هو ودرا شنو هو، وان كونتر بارتي لي فيلاجوا غاديك يقولوا له دون دو ات دون دو ات، وفي الاخر فما تويست فينال تفتق على الاخر. ننصحكم تفرجوا فيه الفيلم، خليني ايمي على الاخر نذكر وقتها. بيه شنو اخر تفرجت؟ تفرجت في فيلم انستنت فاميلي اللي زاد عجبني على الاخر، يمثل فيه مارك وولبرغ ظهر لي، والفيلم هو انسبيري من قصه حقيقيه، القصه الحقيقيه نتاع الديريكتور نتاع الفيلم. الفيلم هذايا يحكي على كوبل معرسين وعندهم برشا معرسين، وكل مره يوخروا في جيبنا الصغار في حتى نكملوا هذه حتى ناخذوا دارنا حتى درشنو حتى درشنو، اش اختموا مو وقت حبت هي المراه حبت تجيب الصغير وكل شيء، قالها حسيتو اللي هو ازيتي وما عينوش ودرا شنو، قتلو علاش علاش، قال انا ما نحبش معناها يبدا ولدي كيما نقولو مازال في المكتب وانا عمري كذا، معناها نبدا انا ديجا كبير في العمر ودرا شنو، قرروا باش يستبنيو الصغير، قالوا هالمره الاولى بتفدليكا، بعد قرروا انهم يستبنيو الصغير، عملوا كلي كور خاطر غاديكا يعملوا كور معناها كيفاش للعباد اللي تحب تستبنى كل شيء، كفيت اللي هو الصغير وكل شيء.
فما يعملوا هما كيما ليفينمو كأنه بارك، معناها كل شيء طاقة صغيرات غاديكا يلعبوا كل شيء، وانت عبارة على قاعد تدور في البارك، وكان يعجبك صغير منهم تمشي تحاول تتقرب منه، كي تلقى فما بوند وكل شيء تولي تمشي تحكي مع الاسيستون سوسيال وتحاول تقرب بيناتكم وتولي تخرجوا مع بعضكم وكل شيء، وكان سا ماخش تولي تستناوك الصغير هذاك. عاد هو مرته قاعدين يدوروا 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 صغار البيبيات، خاطر جينيرالمون يستناو البيبيات اكثر، معناها فما تينيجرز قاعدين وحدهم، معناها تقول كما قالت كما قال هو قالش بيهم ساكن قاعدين قولش عليهم عندهم الطاعون. عاد هو قالها باش نمشي نشوف التينيجرز ودرا شنو، خلطت عليه قالت له ليه ودرا شنو التينيجرز سموك وسموك ويد ويعملوا مشاكل وحاسيلو يا اخي. جاتها طفله قالت لها نسمع فيكم راهو احنا وير نوت انترستد، معناها كي بون براو اختاروا ببيت وبعدونا كيما نقولوا، ولا كي الكولد فود ضربوا فك الطفله هذيك، كي حابوا يمشيو يستناوها كل شيء يطلعوا عندها جوج اخواتها صغار. على ذيك دو فيان لو تيتر انستنت فاملي، ولاو اون فامي دو سانك، خاطر قالت لهم يا تستناوني انا خوتي ولا انا لي، معناها ما نحبش وكل شيء، دونك استناوهم ثلاثه يفطق يفطق على الاخر. كيفاش المره الاولى يعملوا كيما الميتينغ، معناها شنو وين وصلتوا شنو حوالكم ادرا شنو لي بارون اللي استناو الكل، عاد يقول لهم لي محليهم ودير كيوت ومحليهم يسمعوا الكلام، يعملوا اتس ذا هاني مون فيز، وبعد يبداو المشاكل تبدا تبكي وتعيط ويخليوها امام، معناها خاطر هو كيما قلت لكم اسبيري دو في غيال اكلو فيت، كيفاش تقول يا ريتني ما عملتها العامله واش لازمني ودرو شنو ودرو شنو، اما اون ميم طون يحبوهم معناها وتعلقوا بيهم على الاخر. حاسين الفيلم ياسر مزيان، تفرجوا فيه كان تحبوا. تفرجت زاده في سكند اكت نتاع شو اسمها جينيفر لوبيز، اللي ما عجبنيش حتى الطرف، ما عجبنيش خاطر ما نعرفش، اما حسيت جينيفر لوبيز طفت روحها في الفيلم هذايا. فيلم على شو يحكي؟ يحكي على the strong independent woman، هي تخدم في مجازان وتستحق انها تترقى، اما ما رقاهاش على خاطر تو سامبلومون ما عندهاش الدوغري نتاعها، معناها كاينه ما عندهاش باك وكله. احنا يقولها يقول لك هي ما قال انت تستحق الخدمه، اما الغالب ما عندكش دوغري نتاعك ما نجمش نقبلك، معناها ما نجمش نرقيك، دونك باش تقرر انها تبطل خدمه تمشي تلوج على خدمه اخرى. ولد صاحبتها مغروم ياسر بالانفورماتيك، عمل لها سيت ويب وعمل لها سي في مضروب بلغتنا احنا، صب لها سي في، كلموها كومباني معروفه على الاخر، مشيت عملت معاهم اونتروتيان بيان سور، ما قالتلوش اللي هي سي في مضروب وكل شيء، تحكي شاينيز وتحكي درا شنو، حسلوا علينا باش تبدا تخدم في الكومباني هذيك، وباش تعمل كيما الديفي بينها هي وبنت مولاي الكومباني شكون اللي باش تعمل برودوي احسن، كوم كوا القرايه ما عندهاش دور في الحكايه هذه، وتنجم تعمل هي برودوي احسن من كيما هيش قاريه. بعد فما تويست في وسط الفيلم، مانيش باش نحرق لكم للعباد اللي تحب تفرج فيلم، حسيتها تفهد روحها ما حقهاش عملته، ما عجبنيش برشا الفيلم، ما عجبنيش بالكل الفيلم، الحق تاع ربي وكان تحب تفرجوا فيه تفرجوا فيه بالك يعجبكم، مالغي راني نحب جينيفر لوبيز، على ذيك قلت لكم ما حقهاش تفهد روحها في فيلم كيما هكا. فرج زاده في بيت سيمتري اللي انا نستنى فيه بدقيقة ودرجة وقت يخرج، اللي هي لادابتاسيون جديدة بيت سيمتري متاع ستيفن كينغ، ومالوغوزمون عجبتني لادابتاسيون الأولى خير بألف ألف ألف مرة. هاو علاش؟ باهي الفيلم علاش يحكي الكتاب والفيلم الأولاني اللي هما أصلا هذيك ليستوار فغي، علاش يحكي؟ يحكي على كوبل، عائلة مرا وراجلها ولدهم وبنتهم نقلوا لدار جديدة، الدار هذيك فما كيما الهاي واي كمين تمشي تجري، وبحر درهم فما كيما الجبانة يعيطولها بيت سيمتري، يدفنوا فيها الحيوانات البيت معناها الحيوانات الأليفة، سكو البلاصة هذيا كي تدفن فيها حاجة ترجع بروح شريرة، باش يموت القطوس نتاعهم، باش يمشي البو خاطر بنته قاعدة تبكي كل شيء، باش يمشي يدفنوا غاديكا ويقولها راهو هرب. شوف كل القدوس باش يرجع، باش يرجع بيزاغ معناها على الاخر، هما بيان سو ما قالش البنت اللي هو دفنها غاديكا كل شيء، باش يقعدوا بيه تسين ولدهم الصغير باش يموت. في هذه كل مره هم الاول، مانيش نحرق في حد شيء، باش البو باش يمشي يهز ولده يدفنوا غاديكا، ما غاديكا يبدا الفيلم. شوف كيف في الادابتاسيون الجديده، ما فهمتش علاش حطوا الطفله اللي ماتت مش الطفل، بدلوها يا سمح لي ما في سبيك.
بدلوها، ما فهمش علاش باش يبدلوا يحطوا طفلة تموت في أوضة طفل، خاطر الكريبينس جات من الوليد، معناه خاطر هو صغير. ما عجبنيش حتى طرف الفيلم الجديد فرانشمون. فما النهاية عادة اللي ما نحكي لكمش عليها أخير، وكان تحبوا تفرجوا فيه تفرجوا فيه. نيو نيو رجعوا على الاخر، حسوا الفيلم يعيف جديدة مش القديم، القديم احلى. فما زوز حمامات فلا حسيت، قلت لها سونيا ستيفن كينج باش يشد زوز فرج يبدا يندب فيهم على سعد المكبوب، خاطر لي زادابتاسيون تاع زوز اللي تفرج اللي مش زوز ايت بركه ايت تحفون على الاخر، عملوا نتصور حتى الكاليتي وكل شيء تحفون على الاخر. بدي غني الحمامات وعلي على السعد من بيت سمتري الحمامات في الشباك. به حاسلو تحبوا تفرجوا فيه تفرجوا فيه، بالك يعجبكم معناها وكل شيء، اما انا it was a no no for me. شنو اخر تفرجت؟ تفرجت في a simple favor. A simple favor سيتو a simple favor no a simple favor بيت نرجع له في الاخر كذكرته بهي. اتفرج في بيرد بوكس، بيرد بوكس ده عمل جضة كبيرة على الاخر في الانترنت، وبرش عبيد ما حبوش يتفرجوا فيه، قالوا حتى يوفى الهايب وكل شيء. انا اتفرجت فيه فرانشمون ديجا ما في باليش اللي هو ادابتاسيون تاع كتاب، فيها ساندرا بولوك، ان هاثاواي الممثلة اللي قلت لكم عليها متاع سيرينيتي اسمها ان هاثاواي، ذكرتها به. الفيلم هذا قلت لكم تمثل فيها ساندرا بولوك، كيفاش هي ميغ سيليباتير، هي مازالت انسانت، مشيت مع اختها للسبيطار باش تمشي تتفقد البيبي وكل شيء، تخرج تلقى لو مون بوست ابوكاليبتيك، الناس الكل داخله بعضها والناس الكل تقتل في رويحها ودر شنو، بما فيهم اختها بجنبها قاعده تسوق في الكهرباء باش تقتل روحها، باش تهبط من الكهرباء هي مفجوعه كل شيء، فما عبيد باش يهزوها ويحطوها في الدار هذيك السيف، معناها الجروب الصغير نتاع العبيد اللي منعوا باش يقعدوا غاديك وباش يقعدوا محصورين غاديك، سوف كو باش يجي واحد دخيل معناها زعما يطلب في النجدة وكل شيء باش يدخلوه، حاسين باش تدخل بعضها الحكاية وكل شيء. مانيش ما نحبش ما نعرفش وقت نسبويلي فيكم وقتاش ليه. حاسلو ساندرا بولوك باش يسمعوا فما بلاصه سيف وهي معناها عندها الصغار وكل شيء، دونك باش تقرر انها تمشي لغاديكا. لازمهم يسكروا عينيهم خاطر الضوء الحاجه اللي تخليك تقتل روحك اللي هي ثينك، معناها ما يعرفوهاش شنو هي، جايه من الضوء. حسوا ياسر تحفون الفيلم وفي سسبانس كل شيء، وتقعدوا تتبعوا معاها تحفون فرجوا فيه. بيش نوع اخر تفرجت؟ فرجت في بينيز باك. بينيز باك تمثل فيه جوليا روبرتس، قديش نقول لكم راهو محليه محليه. لهنا الفيلم يحكي على الام كي يبدا عندها ولدها عنده دي بروبليم تاع الدروغ، لهنا ولدها هو محطوط ديجا في كلينيك معناها تاع اعاده تاهيل وكل شيء، عندها زوج صغار اخرين ومعناها وراجلها باش تروح للدار تلقى ولدها يروح، وهو كيما نقولو خذي اوتوريزاسيون باش يروح لويكاند متاع الكريسماس باش يعادي الكريسماس مع عايلته ويرجع، وهي بكى القلب الام ودرا شنو باش تبدا فرحانه كل شيء، وولدها باش يبدا يعمل لها في مانيبيلاسيون كلي هو يحب يتصلح وكل شيء. فيلم ياسر تحفون، مانيش باش نقولكم حد شيء اخر، الفيلم نصور تتفرجوا فيه وتتأثروا وكاهو يعني حتى شيء آخر. يا رب شنو آخر تفرجت؟ A simple favor ذكرت، A simple favor اللي تمثل فيها شو اسمها بليك لايفلي. ان فيت سمبل فيفر هذه بلاك لايفلي فينومين في المكتب نتاع ولدها، ديما تلبس سوتس وصعيبه وخدامه وكل شيء، واميلي اللي هي ام انوتخي ليف يقرا مع ولد
بلاك ليفلي. عرفت كل عندها سين يوتيوب ودرا شنو سوزان ماذر وكيوت ودرا شنو. باش تكلمها مره بلاك ليفلي باش تقولها كان يو بيك ماي سان اب ودرا شنو خلي بحذاك وباش تختفي على الانظار ما يعرفوش عليها وين مشيت وعلى اساس ماتت. اما هي معناها هذيا ايميلي باش تعرف اللي هي ما ماتتش خاطر كل مره تلقى دي سين تخليهم لها اكسبري معناها كل شيء. واشتغلت تعاون في راجل بليك لايف اللي زعما معاه الوليد ودرا شنو باش يحبوا بعضهم. اما نون فيش كل فيلم تحفون تحفون سمباتيك نتاع تحبوا تفرجوا في حاجه كيكا برا ماهيش كاستيت تقعدوا تفرجوا فيه وكا معناها تحفون تحفون مش خايف. باش نتفرج اليوم كي نجمت لقيت وقت في فيلم ذا اب سايد اللي هو تحفون على الاخر فرامون فيه الزوز ابطال معناها واحد منهم كوادري بليجيك ما عنده شلل الرباعي نقولوا احنا نطفى عليكم جوست ينجم يحرك رقبته راسه وكاها وبدنه كل مشلول وباش يجي هذايا لانفيرميي اللي هو ماهوش ابت للمهنه هذه مش انفيرميي وبشت ليه بي يبدل له ويوكل ويشرب ويحطه في الفرش يهز ويحوس بيه درجنا اللي هو خرج من الحبس. وباش يختار خاطر هو معناها اخي واحد للبوست هذيك معناها اما سيفكم شوالي وبارامون صحاب وكل شيء دونك باش نتفرج فيه الافلام. ها باش نقول لكم ديسكليمر الافلام اللي حكيت لكم عليهم الكل وجينيرالمون نتفرج كان في السيت هذيما اللي هما السيت التونسي فرجه بوانت اي ان خاطر الكاليتي تحفونا على الاخر ما تلقاوش افلام بيغاتي تلقاهم دو بون كاليتي وتلقاهم سوتي تخي تختاروا تحبوهم بالعربي ولا بالسوري ولا بالانجلي. الفيديو هذا ماهي سبونسوريزي لا نعرفهم لا يعرفوني راه اما السيت تحفون على الاخر كلكو سوا في لي سيري ولا في الافلام يهبطوا الافلام مسدود بكاليتي باهية وغراتوي السيت تلقاو تكتبوا فرجة بوانتين تلقاو الافلام الكل اللي حكيت لكم عليهم سوف كل الافلام اللي تلقى ما تلقاوهمش في فرجة تلقاهم في سيت اخر اسمه سيما كلوب سيما سي اي ام او كلوب تلقاو بخلوطي فيه البيراتي فيه مش بيراتي فيه بو على خو معناها كل شيء تلقاو سيت تخي بالعربي. دونك فوالا هذا ما لسيت نفرش فيهم باش نحكي لكم توا فيسا فيسا على دو سيري تفرجت فيهم عجبوني على الاخر. السيري الاولانيه فيها اسمها بيج ليتل لايز اللي هي سيزون 1 وتوا قاعدين يحضروا في السيزون 2 قريب باش تخرج. فيه ريز ويذر سبون فيه نيكول كيدمان فيها السيزون الجديدة باش تولي معاهم ميرل ستريب تحفونا على الاخر اللي هما كيفاش معناها جروب نتاع هذه اطول فيديو عملتها في حياتي ديجا 32 مينوت جروب نتاع نسي وليدهم الكل في السنه الاولى معناها يقراو في المكتب نلقاو ريز ويذر سبون اللي هي مطلقه وعندها بنتها كبيره ومعرسه مره اخرى عندها بنتها صغيره اللي هي تقرا في السنه الاولى. نلقاو نيكول كيدمان اللي عندها تويما وليد يقرا في السنه الاولى ونلقاو اللي هي تظهر لي تشبه جينيفر لورنس ما هي طلعت ماهيش هي بيدا الممثله هاربه من حاجه ما يعرفوش شنو هي وعندها ولا زاد اخر في سنه اولى البوان اون كوما بينتهم هي هذيا وباش او ميم طو يوريك كل وحده كيفاش لي زابارونس سون ترومبوز اللي تلقاها مثلا فرحانه رجلها يحمل ويبوس ويدرو شنو ويطلع يضرب فيها في الدار الى مال تخيت اللي مثلا تظهر اللي هي ماهيش متفاهمه مع رجلها يطلع رجلها بيحسلو سقليلة المرأة اللي قلت لكم هاربة من حاجة ما يعرفوش شنو هي زيدا باش تطلع فما تويست فينا تحفون على الاخر. حسنا ننصحكم تفرجوا فيه الفيلم ياسر تحفون وياسر خفيف ويضحك اما او ميم طوم احلاه لحمة مثل طوم مثل في الشباك ما بسيوش. السيري الثانية اللي هي سيري كنديان اسمها وركن مامز تحفون زيدا على الاخر. البوان كمان لهنا نلقاهم دي ماما الكلهم يخدموا الحاجه بهي اللي عجبتني في السيري عرفتوا كي نحيوا لك عقده الذنب بتاع كي تعمل ساعات احنا جينا غير مو سختو في تونس بارك الله ما شاء الله الناس الكل معناها يحكموا عليك الناس الكل درجونا جادج تعمل ولا ما تعملش معناها لهنا نحيوا لك مش النقص اما الذنب عقدة الذنب اللي تبدا عندك كيفاش مثلا
ما نحبش نحكي على الاستاذ باش ما نحرق لكم شيء، اما عرفتك الحاجات مثلا بريست فيدنج تحب ترضع صغيرك، رضع ما تحبش امورك، اما ام نوت غانا جادج يو خاطر ما تعرفش عليها، كيما مثلا ساعات البيبي ما يشبعش ولا ما تعرفش معناها، دونت جادج بيبل هكاك لايك ذات غراتويت مون جوست على خاطر اتس بيست معناها بجاني ميدو. هي امه معناها هي ديجا تعرف شنو به الصغيره وشنو اللي حتى بلانستان، دونك ما تحكموش على العباد. الصغير تحفونا على الاخر فيها تروا سيزون، هي باغ كونتخ ما نتفرجش في السيزون الاولى والسيزون الثانيه والثالثه ما لقيتهاش، كان لقيتهم قولوا لي ما سيرش. دونك فوالا هذا مع الافلام والاسئله اللي حبيت نحكي لكم عليهم. كان عندكم افلام ولا فرش في اكوامان جدا، ما سي با مون تروك جملك الفانتازي و ها ها لا سي با مون تروك جملك. باغ كونتخ كان عندكم ديزيدي متاع فيلمين وكل شيء قولوا لي، نحب نتفرج في الافلام سورتو كي نبدا في السلام. استنى ماما استنى هني كملت لحظه، سورتو كي نبدا في السلام وكل شيء ما نقراش ما نتفرجش في الافلام. هاي لحظه ماما ايش اقول على السلامه، اجا نهزك ايش اجا نهزك اجا نهزك اجا نقول على السلامه في ساعه في ساعه. ما نجمش تكون فيديو ما فيهش ميدو معناه هاي الشرف. باي باي، قولهم باي باي، قولهم ان شاء الله تعجبكم الفيديو هذايا، وكان عجبتكم اي قولهم كان عجبتكم الفكره قولونا نوليو نعملوا منها برشا فيديوهات. قولهم باي باي.